والظهور لجورج وسوف بعد خروجه من المستشفى ومعتصم النهار يوثق الأجواء وجه له رسالة مؤثرة. بيتكلم عليا بيقول فيا وفيا ولا عمري ما جبت. شارك الممثل السوري معتصم النهار مع متابعيه على حسابه عبر إنستغرام صورة حديثة ظهر فيها برفقة سلطان الطرب جورج وسوف في أحدث ظهور للأخير بعدما تم تداوله مؤخرا عن دخوله إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية. وقد أرفق معتصم النهار الصورة بالتعليق التالي: بتعرفوا شو يعني الوسوف؟ يعني الحياة والطاقة الإيجابية والتفاؤل. وقد بدا سلطان الطرب بحالة صحية جيدة ويستمتع بوقته مع عدد من الأصدقاء. الصورة لقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين عبروا عن حبهم الكبير لسلطان الطرب جورج وسوف وللممثل السوري معتصم النهار، متمنين لسلطان الطرب دوام الصحة. وفي سياق متصل، نشر معتصم النهار عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر إنستغرام مقطع فيديو خلال تواجده مع سلطان الطرب وعدد من الأصدقاء، حيث كانوا جميعا يشاهدون فيديو لوسوف وهو يغني في بداياته، ليظهر بعدها الأخير في الفيديو وهو يردد كلمات الأغنية. وعلق معتصم على الفيديو قائلا: الله يحميك ويعطيك الصحة والقوة يا رب. الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين أكدوا أن سلطان الطرب نجما منذ بداياته في عالم الفن، وأغنياته لا تزال حتى اليوم يرددها الكبير والصغير. يا الزمن والدنيا واللي بتعمله. هذا وكانت معلومات خاصة لموقع الفن قالت في الساعات القليلة الماضية إن سلطان الطرب جورج وسوف غادر مستشفى القديس جاورجوس الروم بعد أن مكث فيه ليومين نتيجة إصابته بضيق في التنفس بفعل فيروس الإنفلونزا. وبحسب معلومات الفن، فإن زوجة جورج وسوف السيدة شاليمار كانت برفقته إلى جانب ابنه حاتم. هذا وأفادت المعلومات أن الوسوف تردد إلى المستشفى لأكثر من مرة لإجراء الفحوصات بعد شعوره بتوعك، لكن الأطباء أصروا على أن يخضع للعلاج حتى لا تصيبه أي مضاعفات صحية بفعل الالتهاب الذي أصابه بفعل الإنفلونزا بالرئتين. كما لفتت المعلومات إلى أن تجاوب سلطان الطرب مع العلاج كان سريعا وغادر إلى منزله مع زوجته وابنه وبعض المقربين منه.